جزيرة أرواد، جزيرة تقع على بعد 5 كيلومتر من شاطئ طرطوس، وكانت مملكة فينيقية مزدهرة في مناطق من سواحل سوريا. وورد اسم أرواد أو أرادوس في رسائل تل العمارنة وفي حوليات ملوك أشور وفي مكتشفات الحضارة الفينيقية على المتوسط. أرواد اليوم هي ناحية تابعة لمحافظة طرطوس، عدد سكانها 5000 نسمة بحسب تعداد السكان لعام 1994، لكن واقع المسجلين من أبنائها يزيد عددهم على 11000 نسمة، يعمل معظمهم خارجها. تتميز الجزيرة بممراتها، شوارعها المتعرجة، قلاعها الأثرية والبرج الأيوبي وبقايا سورها الضخم ومساكنها المطراصة. وتشتهر أرواد منذ القدم بصناعة السفن التي لا تزال إلى اليوم، والتي كانت قديماً أسطولاً قوياً جعلت مملكة أرواد ذات قوة ونفوذ، وهي إلى اليوم تنفرد على الساحل السوري لوحدها كجزيرة سياحية مفضلة لزوارها.